أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك دورنا مع أعلن سيدي ميديا فضلاً هدا نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار قم بيل كفور داور كي ودن بيه واد دورنا مسر دي أفضل بحساسي أي نوصل صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي آخر حوقنا أو كدعي مقالة مقدشي ورك ودن بيه يا كصوبة حيا قرحاني أو كدعي يزقو يسكا سيد كيس لمر كاسين قاري وحيابها قرح لغا صوبوحي إي نفتي هالليغا أياها الكاسي سكو قرحيي ففاهينا ديرا دي أياوحا لغا هل إياه خسارها كدشي قرح اسميدا من أها أو برخاني مادي ما انتا كدعي يزقو يسكا سيد كي مقالة مقدشي كاسو جيستي وحيي لو كلد دوان قرحان ايا وحا لو اديك شده غار نوها او لغا سوبوحي والحاها قرحا كاس او سي حولي اهي كو سو دافي عيدا ما كو سوغنا ازغوز كدبكا وحانا كدي برساس لغو فوري او كو قرحي كنترول كا سيدكا اي بابورتا لغو بارو سوور غوبتا لغا سوقادي ايا موجين ايا بربور كا غواري نو عراحة دا اهي ايا موتو ين نو عبجاج كا اهي سيدو كالا وحا جرى خسارة كالا دوان او سو غاري داد شعب اهي وداد مري ايا كوا كالي او لسوعدي قاديد كا ايا موتو ين كا كو بربور قرحاسي لامها مانكا سوماليا يا غورد ويد دقيقة كور كسو هدلي خسارة رسميغا هالكاسي كسو دشي ولو آن نسي صحي لو شاعين مالميه الدنبي ايا وحا عاصمة دكدع ايا ويرو قرحيو اهي او ايسو ابابو الشي او دنبي مدكي لغو قاضي هوتيل افريق مقالد مقدشو شري ايا اهد قرح مينو انو كدع اي مقالد مقدشو لنا عكال دولة سوماليا او حد ورك سو سارتي خسارة هكرلشي قرحي سيدكا تلسك عيدما دا بوليس كا سوماليا دا يافا فاهين كا بيحيي خسارة هكرلشي قرحا اسمي دا من تاها ومان تا كدع اي مقالة دا مغدجة كاس ولو اديك سيدي قاري لغا سو بوحي وحيابها قرحا افاين كا بوليس كا سوماليا دا مصديق ادن علي او ورسحا فاديت سو ساري ايا شيغي ان قرحا وكل انتي كاليا اسمي دا ميه فولي اي سيدو كالاني اي كدا وعمين الا تدوق فود او كالي او شعب اهي كواسي او جيت كماريي سيدو كلا وحو انتا سيكو سيد داري انو جرو بربر حانتيا ديد او اح سيدد قاديد اهي ايا ساقال موتا بجاج اهي خارحا ايا داعي دادك او فوجيقنا داو وقا الرساس تا يقيل دان تا عيدان كا كاس او سبب قسارة داو عو غاريا إلا تدو قفود ايو بربر حانتيا ديد او اح سيدد قاديد ايا ساقال موتا بجاج ولو اي سنجيرين وح قسارة لماشا اهي او دادك كسو غاري غوب تا مركا لغا ريو النفتي هاليجي هي ودي غاري غا قرحاي ايو يري افايين كا عيدما دا بوليس كا سوماليات لما صديق آدن علي ايا انتاسي راعي الهي مهدي في جيجنان تا عيدان كا ايا سببتي ان دادكا لغا بدبادي قطرتا ارقا حسادا لدو نيسي ان امد سوماليات اي هلاكتو حالة دا غوب تا وقرحا كدعي ايا حد احمد دقن وحانا ولي حكات كجيرا لغ دقاقا ازغويس كا سيد كا او اي بر كنترول كليهين عيدما دا امان كا اي مغال مقدشو لنا عكلا معمولك قبلك هيران او وضا قرش اللوغة هرتاق ايو فتحاد دا مقالة دا بلد ويني قدوميها معمولك قبلك هيران علي جايتي عسمان او اي ويهلين ايان حبنكا ترسا مسوليين قدقا فتحاد دا بلد ويني ايا وحا اي ماان تبوقشا كتاقين كليغا ورا بولي او اي كسعدان هول قلال لغو يرين ايو فتحاد دا وبيغا شبيلي وجايت كورمير كودا ايا وحا او اها سيدي لو دردر قلين لها حولها اللوغة هرتاق ايو فتحاد دا وبيغا شبيلي او كسو لالابت مقالة دا بلد ويني اسلا مركاسين دا دادو فربادان اي كاقا حيان مركز دا هالكاسي قدوميها قدقا فتحاد دا بلد ويني حاجي عسمان نقحو ايا شيغي ان اي سعوتو قوديس تاكيلي غورا بولي او كيالا قلبيت كحافد اللما قلاي اسلامر كاسينا او رجينا يو ان سند كاني اي سن فتحات كدعين بلد ويني وحاو هذا الكيس ان تاسكو دري ان كيليغا لقوضي لبد لبيع شان كيلومتر اسلامر كاسينا او رجينا يو ان لقوضو إلا شان كيلومتر سي وح لوغو قبطو فتحات بيها وبيغا او سي قادو ودوميها قبل كهيران علي جايتي عسمان ايا اوغو باقي دادك كنول قبل كهيران لوغو باهان يهي اني قعما اي سخبصدان سي لوغو هرتقو فتهادها او رباطكو هيا شعبكا وحاو امهد عليي قدقا فتهادها بلدوين وحانا وشيغي اني مهيم تهي ان لدردر قليو حولها كهرتقا فتهادها وبيغا شابيلي او سند كستا كردع مقالة بلدوين ايا ديگانا ده هستقا سند كستا تيرا لبا جيرا ايا وحا وبيغا شابيلي او فتهاد كسميا مقالة بلدوين ايا حرون تقو بالكهيران وحانا فتهاد دك baraka kumanaan kun oo qoys halka mararka qaar ay hanti ku baabaan isla markaasina khasaare xoogan ay soo gaarsiiyaan shacabka Soomaaliyeed fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah sir leh mucaaradka oo wada arin ka dhana madaxweyne Farmaajo isla markaasina waxa la doonayaa shacabka magaalada Muqdisho gabi ahaanba inay soo kacaan sidii iskaga dulqaadi lahaayeen waqtigiisa dhamaaday isla markaasina fila Soomaaliya ku sii raaxaysanaya sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo muhiim ah oo laga helay mucaaradka Soomaaliya ayaa abaabulaya dibadbaxyo waaweyn oo ka dhaca magaalada Muqdisho isla markaasina la doonayeen madaxweyne Farmaajo daaqada looga tuuro
arintani ayay ugu gol leeyihiin in beesha caalamka laga gado in shacabku aynan doonaynin madaxweynaha muddo xileedkiisii uu idlaaday ee farmaajo, isla markaasina shacabkaani la xanibay aanan dibadbax dhiga karin inay ayaga soo horkacaan dibadbax weynna dhigaan. Qorshahan oo ay wataan midowga musharaxiinta mucaaradka laakiin siyaasiyiinta kale ee ka aragtida duwan filla Soomaaliya aysan la qabin ayaa waxa ay doonayaan midowga musharaxiinta mucaaradka in dibadbax xooggan laga dhigo magaalada Muqdisho. midowga musharaxiintu adeegsanaya dhallinyaro firfircoon oo ka tirsan xisbiyada ay leeyihiin ayaa dhaqaale ku bixinaya sidii loo abaabuli lahaa dibadbaxyaal waaweyn. sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa fursad u arka ay shirka kaga qaybgali karaan fashilka ku yimid shirkii dhuusamareeb afar, iyagoo soo jeediyey dalab ah in ay ka qaybgali karaan shirka Garoway haddii kale aynan xal u arkaynin qodobada ka soo baxa mar haddii laga talageli waayo, isla markaasina ay mucaaradi doonaan. dadka qaarkood ayaa isweydiinaya sababta deegaanada Yaaqshiid Kaaraan iyo Cabdicasiis oo ay ku badan yihiin reerka labadii hore ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxa uu dibadbaxa kaga dhacaya keligood oo degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho aynan la qabin. taas ayaa loo micneeyey maadaama ay jufadaasi ku badan yihiin isla markaasina gebi ahaanba aan laga taageersanayn madaxweyne Farmaajo. waxaa jira degmooyin kale oo waaweyn oo laga taageersanayn madaxweyne Farmaajo laakiin ciidamada ammaanka cunaqabateen xooggan ee ku hayaan isla markaasina bannaanka ay uusan u soo bixi karin ayagoo dibadbax ka hadlaya, halka saddexdaasi degmo ay fari yihiin isla markaasina ku badan yihiin beelaha Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed isla markaasina maalin kasta dibadbax ay dhigi karaan. midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa doonaya dhammaan degmooyinka inay isqabsadaan. dhowaan wasiiro uu horkacayay wasiirka amniga gudaha Xundubey oo kulan albaabada u xiran yihiin gurigiisa waqooyiga Muqdisho kula qaatay madaxweynihii hore Cali Mahdi, waxaana Cali Mahdi uu sheegay in aynan jirin cid wada ka shaqaynta xasarad amni darro, balse madaxweyne Farmaajo ay ogeysiinayaan in wakhtigiisii uu idlaaday isla markaasina sharci darro uu ku joogo. si kastaba ha ahaatee, lama oga wakhtiga ay qaban doonaan bannaanbaxyada waaweyn midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina dib ay ka soo shaacin doonaan. dhinaca kale, Jubbaland oo sii adkaysay shuruud ay ku xirtay heshiis laga gaaro doorashooyinka, maamulka Jubbaland ayaa sii adkaystay shuruudda ay ku xireen doorashada Soomaaliya ee la xiriirta gobolka Gedo oo ay isku hayaan madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheikh Maxamed oo ka qayb galay barnaamijka dood wadaagga Jimcaha BBC-da ayaa hoosta ka xariiqay in dhankooda aysan doorasho ka qaybgeli doonin haddii lagu wareejin waayo dhammaan deegaanada gobolka Gedo. xaq waxaan u leenahay 17-dii Sebtembar lagu gooyey in aan annagu mas-uul ka nahay doorashada qaybta ka dhacaysa Jubbaland. madaxweynaheennu mas-uul kama noqon karo meel uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo qabsaday. waxaan dhahnay garbaha nagu soo wareeji aan annagana keenna guddoomiyo, hase ahaatee inta kale dib u heshiisiin halaga sameeyo Farmaajo waa u diiday. wuxuu intaasi ku sii daray, annagu waxaan taagannahay haddaan idiin sheegayaa Gedo oo dhammaystiran oo aan la soo celin wax doorasho ahi oo ay Jubbaland galayso ma jirto. haddaan idiin sheegayaa waa go'aanka aan leenahay 6 maalmood gudahood haddii aan lagaga qaadin ciidamada oo aan maamulka Jubbaland gacantooda lagu soo celin wax doorasho ah oo aan galayno ma jirto. gobolka Gedo ayaa u muuqda inuu xudun u noqday khilaafka u dhexeeya maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. mas-uuliyiinta Jubbaland waxa ay ku andacoonayaan in 5 degmo oo ka mid ah gobolkaasi ay dowladda dhexe iyadu maamusho ayna mas-uuliyadda ciidanka ka howlgala halkaasi u dhiibtay taliyayaal iyada ka amar qaata. calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon, warar degdeg ah. fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. mahadsanid.